السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد عثمان، مدرب قيادة معتمد من قبل حكومة أونتاريو من نيوبيان درايفنج سكول. بنكلمكم اليوم من قدام أو من أمام أحد مراكز الاستخراج رخص القيادة في أونتاريو. حنجاوب الليلة على مجموعة من الأسئلة المطروحة اللي بيسألوا عنها، خاصة القادمين الجدد لكندا وحتى بعض الموجودين هنا. طيب، في البدء عايزين نعرف الوثائق المطلوبة لاستخراج الرخصة. كل زول جاي من الدولة اللي هو جاي منها المفروض انه يكون حريص جدا على انه يوصل كندا ومعاه 2 documents. الحاجة الاولى تكون معاه رخصة القيادة تحت الدولة اللي هو جاي منها. الحاجة الثانية يكون جايب خطاب. الخطاب هو عبارة عن print فيه تفاصيل الرخصة بتاعتك، تاريخ الاستخراج الاول، اذا فيها مخالفات ولا ما فيها مخالفات وما الى ذلك. في كل دولة تقدر تسأل منها وبتقدر تستخرجها، سواء كانت من الإمارات أو من السعودية أو من السودان. في حالة أنك ما قدرت تجيب الخطاب ده من الدولة اللي نحن نتكلم عنها، بإمكانك التواصل مع سفارة الدولة هنا في كندا في أوتاوا وتطلب منهم هذا الخطاب، وهم بالمقابل حيعملوا لك الخطاب ده عشان ما يوروا الجهات المسؤولة هنا أنه الرخصة دي أصلية، والشيء الثاني أنه الرخصة دي خالية من الموانع. طيب، كم أنواع الرخص عندنا هنا في كندا؟ عندنا 3 أنواع من الرخص، ابتداء من الأولى بعدين حنتدرج إلى الأعلى. الرخصة الأولى اسمها رخصة الجي 1. رخصة الجي 1 هي نحن قاعد نسميها النوليدج درايفر لايسنس، اللي هي بتاعت شنو؟ بتاعت امتحان العلامات. بيمتحنوك في الإشارات، بيمتحنوك في القوانين، مجموعة من الأسئلة، إذا جاوبت عليها كلها بعد ذاك بتبقى أنت مسموح لك انك تمشي تقدم للجي 2 وبعد ذلك للفول جي. طيب، الجي 1 عرفناه هو امتحان العلامات. الجي 2 والفول جي الفرق بيناتهم شنو؟ ليه عندنا جي 2 ليه عندنا فول جي؟ بالنسبه لامتحان الجي 2 هو امتحان السيتي، يطلعك من المركز بيوديك اراوند المنطقه تحت الدرايف تيست سنتر. بعد ما يوديك اراوند بيطلب منك 3 أسئلة رئيسيه، عمليه ايمرجنسي باركينج، وبعدها بيقول لك اعمل لي بول اوفر او الامرجنسي باركن، اكشلي هو نفسه البول اوفر. بيسالك سؤال ثاني بيقول لك اعمل لي 3 بوينت تيرن، وبعد ما يسالك ال 3 بوينت تيرن بيسالك انك تعمل له بارلل باركن، انك تجيب جنب السياره وتصف خلف السياره. 3 أسئلة رئيسيه في امتحان الجي 2، حنعيدها على السريع. السؤال الاول حيقول لك اعمل لي بول اوفر او امرجنسي باركن، السؤال الثاني حيطلب منك تعمل له 3 بوينت تيرن، السؤال الثالث حيطلب منك تعمل parallel parking. البارالل باركن زي ما قلنا هو انك تصف مع سيارة او تجيف خلف السيارة، بعد ما تجيف متوازي معها ترجع الى خلف السيارة. في حالة عدم وجود سيارة بعد الرجوع الى المركز حيطلب منك امتحان انك ترجع الباركن بالخلف ومن ثم مرة اخرى بالامام، معناها امتحان الريفيرس باركن او امتحان الخلف حيكون تعويضا عن البارالل باركن في حالة انه ما توجد السيارة. طيب، ده فيما يخص امتحان الجي 2، وما حتمشي للهايوي، فقط ال3 أشياء اللي تكلمنا عنها، وبترجع مباشرة للمركز وبتكون حريص على النقاط العمياء والالتزام بسرعات الطرق. الرخصة الثانية اللي هي أعلى منها شوية هي رخصة الفول جي. طيب، بما أنه الجي 2 هي رخصة السيتي أو المدينة، فالجي هي رخصة الهايوي، بيطلع منك أو بيطلع معاك مباشرة من المركز all the way لحد وين؟ لحد الهايوي. لكن طول الفترة دي اللي انت ماشي فيها لحد الهايوي هو بيسجل عليك النقاط اللي انت عملت فيها اخطاء، من ضمنها النقاط العمياء وسرعات الطرق والبلايند سبوت وما الى ذلك. بعد ان تصل الى الهايوي حيطلب منك الدخول الى الهايوي. بعد الدخول الى الهايوي حيطلب منك تغيير اللين تارة الى اليمين وتارة الى اليسار، ومن ثم حيطلب منك الخروج من الهايوي. بعد ذاك حنرجع all the way لحد مركز القيادة. بعد ما ترجع مركز تعليم القيادة بيقول لك انه انت ناجح او ما ناجح. اذا ما ناجح حيوضح لك الاسباب، اذا بقى مشغول وما وضح لك الاسباب من حقك تدخل اونلاين وحتلقى داونلود دي ريزلت تيست. حتدخل حتعمل داونلود للامتحان بتاعك وتقدر تشوفه بنفسك التقرير حقك. طيب، بالنسبة للاخوة اللي بيسألوا انه معاهم رخص من اليابان او من امريكا وما الى ذلك، إذا كانت الرخصة مدتها أطول من سنة فأنت من حقك مباشرة التوجه للدرايف تيست سنتر وتسلمهم الرخصة الأمريكية
ويسلموك الرخصة الكندية بدون امتحان وبدوك الفولجي مباشرة، بشرط إنه رخصتك الأمريكية تكون اتعددت مدة سنة. طيب متى يمكنني أن أمتحن الفولجي؟ دي من الأسئلة جاتنا كثير. امتحان الفولجي في حالة إنه أنت عندك إكسبيرينس أكثر من سنتين من الدولة اللي أنت جاي منها، مباشرة بتصعدك لأنك تمتحن الفولجي بدون المرور بالجيتو. طيب في حال أنا ما عندي إكسبيرينس، ما عندي شهادة أو ما عندي يعني رخصة قيادة من أي دولة، للأسف الشديد في الحالة دي حتمر على التسلسل ده من أوله، حتمر على G1 وبعد G1 حتقعد سنة، بعد كده حتمشي على G2 وحتقعد سنة، وبعد كده حتمشي على الفول جي، وتش الطريق طويلة جدا. عشان كده نحن بننصح كل الناس الجايين من خارج كندا إنه يجيبوا معهم رخصة بأي طريقة كانت، وبعد ذاك عشان يقدروا يتمكنوا بأنه يمشوا الفول جي. طيب الفول جي هل بقدر امتحنها ولو ما نجحت أقدر أعيد الفول جي تاني؟ نو. الفول جي عندك فرصة واحدة فقط، هي بنسميها نحن الفرصة الذهبية. بالنسبة للشخص الجاي عنده اكسبيرينس من خارج الدولة عنده الفرصة الذهبية، إذا عنده اكسبيرينس أكثر من سنتين تمتحن المرة الأولى، إذا عديت فبها، إذا ما عديت للأسف حترجع حتمتحن الجيتو، ولكن بعد أن تمتحن الجيتو بإمكانك أنك تمشي مباشرة لامتحان الفول جي مرة أخرى. يعني من المعلومات المغلوطة أن الناس بيقول لك حيرجعوك على الجيتو ومن ثم حتجلس أباوت السنة كاملة ومن ثم تجي للفول جي، ودي معلومات يعني خاطئة. حتمتحن الفول جي، في حالة ما نجحت حترجع للجيتو، وبالتالي بعد ما تخلص الجيتو حتيجي تمتحن الفول جي مرة أخرى ومن ثم تستلم رخصة الفول جي. يبقى لا داعي لأنك تنتظر مدة سنة. عشان كده نصيحتنا للجميع الناس الجايين وعندهم فرصة الفول جي، ما تمشي على امتحان الفول جي إلا وإنت مدرك تماما لأنه إنت حتقدر تعدي من أول مرة. طيب الفرق ما بين الجيتو والفول جي، زي ما قلنا الجيتو هو امتحان السيتي والفول جي هو امتحان الهايوي. طيب في أشياء مطلوبة إنها تكون متوفرة في عربيتك أو في سيارتك وإلا ما رح تمتحن. السؤال الأول اللي هو هل الإشارات الضوئية الأمامية والخلفية شغالة ولا لا؟ الإشارة الثانية هل البوري أو الزمار تبع العربية شغال ولا ما شغال؟ الحاجة الثانية إضاءات البريك الخلفية، بنضغط البريك بنتأكد إنه الإضاءات شغالة، بنرمي إشارة يمين إشارة شمال، بنوقف لنا واحد قدام العربية عشان ما يتأكد إنه الإشارات شغالة، بنوقف واحد وراء العربية نسأل من الإشارات شغالة ولا لا، بالإضافة لإضاءات البريك الثلاثة، إضاءة الوسط واليمنى واليسرى. في حالة واحدة من ديل ما شغالة أو ضعيفة أو القزاز فيه أي نوع من الكسر، ما يسمح لك إنك تستخدم هذه السيارة للامتحان. من ضمن الأشياء كذلك إذا كفرات السيارة ممسوحة أو هو بيشوف إنها ما سيف إنه الواحد يطلع بها، كذلك حيمنعك من إنك تطلع الامتحان بالسيارة دي. فلا بد الناس يتأكد من إنه السيارة سليمة، حاجاتها تمام، والكفرات تمام، واللايتس كلها شغالة، بعد ذلك تمتحن. طيب نصائح عامة، الناس بتسأل دائما على إنه كيف أنا أقدر أعدي الامتحان في كندا من أول مرة. الكنديين أبدا ما بينظروا لسواقتك، على عكس الدول العربية أو الميدلست اللي بيسوق كويس هو اللي بياخذ الرخصة. هنا لا، هنا البسوق أول ما هو أو البسوق كويس ما هو اللي بياخد الرخصة. يعني مهما كانت سواقتك جيدة وممتازة وما إلى ذلك، هي أبدا ما دليل كافي لأنك تستخرج الرخصة الكندية. أول حاجة النازل بيسألوا عن القوانين، سو القوانين الكندية إذا أنت بتعرفها وبتطبقها فأنت حتاخد الرخصة بغض النظر إذا كانت يعني قيادتك كويسة أو ضعيفة، لازم ما تجري. فنحن الحاجة الأولى حنكون حريصين على إنه نعرف أنواع الستوب ساين في كندا، حنكون عارفين النقطة العمياء وما المقصود بالنقطة العمياء. الحاجة الأخيرة الإشارات الضوئية، لما تكون الإشارة الضوئية حمراء نلف لليمين، لما تكون الإشارة الضوئية خضراء ونلف لليمين، والعكس عندما تكون الإشارة الضوئية باللون الأخضر ونلف إلى اليسار. وكما تعلموا أنتم جميعا إنه الوضع بالنسبة للإشارات الضوئية في بعض الأشياء مختلف تماما في ولاية أونتاريو، خاصة فيما يخص الإشارة الحمراء على اتجاه اليمين لما نلف على اتجاه اليمين، واتجاه اليسار لما عندما تكون الإشارة خضراء. دائما القانونين دي المختلفين تماما. وزي ما قلنا قوانين الإشارات الضوئية بتختلف من ولاية لولاية. في ولاية أونتاريو مسموح أنك تعبر اتجاه اليمين في حالة خلو الشارع من المشاة
والسيارات، بينما مثلا في كيبك غير مسموح بأنك تلف في الأحمر يمين، فلازم نحاول نفرق أو لما نمشي على ولاية تانية نكون عارفين القوانين الرئيسية. الحاجة الثانية، نحاول نلتزم بسرعات الطرق. كثير من الناس بيسألوا السرعة المطلوبة والسرعة الما مطلوبة، يعني متى أنا أعتبر أنه أنا تعديت السرعة القانونية؟ عندك 5 درجات فوق سرعة الطريق وخمسة درجات أخرى تحت سرعة الطريق. For example، لو الشارع سرعته 50 إلى 51 و52 و53 و54 و55 استيل أنا أتبع للرقم 50، فمعناها أنا استيل في السيف سايد. بينما إذا طلعت عن 55 درجة أصبح الرقم أقرب لمن؟ للستين. الحالة دي أنت تعتبر ساقط. وهم بيعملوا شنو؟ بيجبروا الرقم، بيشوفوا الرقم أقرب لمن؟ أقرب لسرعة الطريق الأصلية ولا أقرب للرقم الأعلى؟ بيجبروا الرقم. في حالة إنه الشارع 50 ماشي بخمسة وخمسين أو أقل أنت تعتبر ناجح، أما في حالة 56 و57 و58 كلها هيعتبروها في الريبورت إنه أنت مشيت بسرعة 60. الحاجة الأخيرة اللي بيسألوا منها الشباب، مقدار الفترة المطلوبة بعد امتحان الجيتو للشخص اللي ما عنده أي نوع من أنواع الإكسبيرينس وجلس بعد الجي 1 فترة سنة وجاء امتحان الجيتو في واحدة من المراكز اللي بنحكي عنها الآن وعد امتحان الجيتو، في هذه الحالة يجب أن يجلس مدة سنة كاملة لحد ما يبقى مستحق للامتحان الفولجي. أما بالنسبة للشخص اللي ما عنده رخص نهائيا ومعاه الجي 1، المفترض ينتظر مدة 12 شهر سنة. أما في حالة أنه عندك شهادة من درايفنج سكول، لشهادات بنعملها نحن في مدارس تعليم القيادة، الشهادات دي بتأهلك لأنك بدل ما تنتظر سنة كاملة تنتظر 8 أشهر فقط في حالة أنك عندك شهادة من إحدى المدارس المختصة بتعليم القيادة والمسجلة رسميا في السيتي. دي كل الأسئلة اللي بيسألوا منها الناس، فبنتمنى انه الناس اللي عندها اسئلة اضافية تكتبها في الكومنتات ونحن ان شاء الله حنطلع بفيديو واكثر من فيديو نجاوب على الاسئلة المشار اليها. شكرا جزيلا، احمد عثمان من امام احدى مراكز تعليم القيادة.